يا فوف دقاق يا هاجر أيو يا فوف دقاق يا هاجر. بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا ونكسن داود يا الكسود وادا برامج كعود كدبناها وتدواد ولبحيل كانوا كلات كداوتان تلفزيون كقرن كصوماليات حرونتو كلية هاي مقالة مقدشة تدواد كان داود يا البرامج كوحين وكسو قادنا نا كبر جري قار كم إذا جامع لها كوي الله مقالة مقدشة وقيب كم إذا مقالة مقدشة كحنون صنايا كاس أو شجعين حنون كلو يقانو دي كركا وهايو إسلام ركان مدة لبسنا وكفر ديو برها جامع دا داودي الله حين وكسور السنة حالة عفيمات إيو وحيابها وبر جري أما وكبر جري أرضي دا جامع ده هديكتا يسوق شجعين سدح كم إذا جامع لها كوي الله مقالة مقدشة وحكي دي جري سلام مركان أو كت قصصي ما تدا إبليش كعمل قضاها سدا يو يقانن دت الصومالي دا تدا كل برنامج كدا وضيال وحقيب كأهواي الصوماليات أو هاي ستة عرور دي بناء ك تعصو نقص وبوقتي حرنتا وربحين تقان كي كل هذا هاي مجال ده مقدشو وحنا هواي ضواي كوربحين الساعة حالة دجود عافي ما تك عرور كاسير وعي ده شيء عبد القادر عبد الرحمن علي وحاو كمدها برياشا وحكالي تيري تامي عدها كويا لما قال هذا مقدشو استغو تقسس كيسو وها لقضها وحانو وحكالي تيري تامي عدها سيما دي سومالي ونفرساتي سيدا دو جيدان داو ديال هادا براهان سيدي سيهورا ماهان وحانو كسو غني هاي ووسان كدقاقي كرن سرير تهاتن وفاليو waxa uu sheegay inuu ku dhacay cudurka loo yaqaan dhikarka kaas oo uu sheegay inuu ka sii wadi waayay inuu wax baro ardayda Soomaaliyeed waxana uu tilmaamay in xaaladiisu guud ee caafimaad ay tahay bariga dhexe labadiisa lugood mid kamida waxa ay tahay mid aad u bararsan waxana uu sheegay inuu san dhaqdhaqaaq ka sameyn karin sidoo kale baraha waxa uu sheegay in afka mararka qaar uu isku dhagayo dhinaca kale baruhu waxa uu sheegay inuu u tagay dhaqaatiirta Soomaalida iyo kuwa ajaanibta ah ee ka howlgala magaalada Muqdisho waxana ay sheegeen ayuu yiri in xanuunka haya wax looga qaban karo dalka gudahiisa isagoo sheegay in tabari ay haatan u been sheegtay oo uusan iska bixin karin qarashaadka lagu dabiibayo caafimaadkiisa haddaba waa kan daawadayaal isagoo ka warbixinaya xaaladiisa guud ee caafimaadka iyo baaq uu jeedinayo bulshada Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed. Assalamu alaykum, my name is Dr. Hali. Magaca dadka ugu yaqaan waa inuu tan jaamacadda askala Dr. Hali, Dr. Kikwe. مدعي لكن وهاورتي أباي وحليل عبد القادر عبد القادر عبد الرحمن هذي دكتور هاري من كي هو هاي عم عادي قصادي صومالي ونفاسد طن أختار لحب الحيوان على سيمت 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 الجامعة أنا معلم هاي كان قلت تخصص كي واي انجليز كده وبرجال انجليز كعلاس ايه سامار باهيد انجليز كعبتا انجليز اللي يجري انت اصلا هو انجا ما عطوه كبير حسيق وارسقي هاي معلم بدن سقي الحمد لله لور ما دوينا ليا لكن أول قدة سنة قبل أو ما تعرفين سقال بقول إيش إلى هذا اليوم هم علي مركي حنوس وقت جاهز هل سنقهر
لماذا سأل كهر أنك فلي هذا وحبار الشيء هيا هكذا متى عبد الله يا حنونك هذا حنونك حنون هذا هو ميساس أنك تلمى مكلمة هيا من مر أصار مارتي وحا إيس الداد هاي وحابال او افكدن اسكولي يا لوكتا اسماينه حنون هذا اون شاغ بقاو انت قالوا اوكي انا لكن لوكتا الماركينو لوغا لا اخي انسي رو انا لا اجي كري بروبلم كسر هاي بس لنا اوه موفمنت دي وابس خلقاقه خلقاقه ها انت ذيك لو في عنا مركز دقاتير مو تكسي ها ها صومالي اي عفمات كانوا بهاله هو لو في عنا ان شاء الله حسيق اوكي وعير وقالوا غاديك استاكت وانا انفعي وانا نسقيه هول كان كل جيراني مركز دهولا او صومالي يونيفرسيتي هاي علي عاد عاد مغاس الى علاش هاري عاد تيران او فيرمس انا لك عبد القادر تيران مالي قال مغا هاري انت صصال قال لي قال ها هاري مخمعنك وهاجر هاي يا عم مركز أخاصير تعودك تهي وحوان كخبا كرنا عاتمات كاك مكويرا ها يقال ناس أمتاجي وحيري وحبا ربلا مالي يربي أوراج وعام أمتاجي سو مالي دان كالي وفعنا يسعي أليري هذا وفعنا سيدا سيبوها يا اي ما فعودرك محاوايا وعلا عفك واسفيكي لغايا ها وعواي وعصوتان وعور لقاها بارض حماية كيف؟ بلا ايوان كوشان قاعد خاطير تعودك وحيا معنا اه ايه ليك الوالي دي ايه تداوين ملقو سقر اه ايه مقالتها تداوين داوين كعوابا ملقا عوا داو أنا سوقت اللي وانو خاطر تداوين كو صغر هو صغر لك سوقت اللي لهنا هاي هاي مركة أرضي دي أوح برج بتاي وكلاي وما دام هاتر جامعة ضبرا أنا نيجو حتى برج لي أرضي دي كتبتا كوي ما دينا مكصوبة في انسحال دلعا مركة أوم ها أوم جي في اسبتالك هاي وي ما جري هاي لكن سي قولي لي كاني ماركين ويل انا نلي انا اي حنان هاد بس حاشق روقي واي قانا لنا الجامعة هذا وحتى لسا تحصيلا كان مجرد الا هو يا بنا هاي جامعة صومالي يونيفرسيتي هاي اسبيتال كان يجي في عبار بلا عندي حرس واح فائدة كان أعطي أنساده مجر هذه وعليه حتى لوك ديك سعدت وانو شغيه انا دي مال انو لوك سعده وابشغيه بس وقال ما الدنيا محمد جوغل شغل جوغل ولي انا حنون قرأي وهره مرغة دي لا يلا حنون كمرك وفي وهاد شيء لا بس أنا هاد اللي بسويه ده بدل ما درنت معناها مخكوب سياسي هذا يوم يعني نسي أوس ودعي ما في على سياد أرجيو هاي مورال كي هاد هاد وفير هاي وان رجيا دي لا يلا مستقبلك جامعة كرنت هنا كبيرة ده نوله ما أدري لغة سويس من قبل. يا عم أنا أسمع مرة أخرى
gacanta roombo tan tan mana ha gacanta markii hore tan ay u laa markii lawaan tan hada this the second one hey taas jira hey anan xuma yasino maani saado wax soo lahay mariyasha wax iskala barjirtay jaamacadda ma barka laga soo kala hartay iyaguna ku yimaadeen oo soo booqdeen unki oo ku saaxiibkahay maalaana hadiska faraxa kula hadlay أسير أو هؤلاء تلفوني سكتي. وهي رادي أنتابيستان. We need you. فورستان هو مه. أنا نيتيه هاي تاشا مورال كي هو فير هاي. هذي سبورت هير ولكن. أنا جاب معي نلتر كي بيعيو. ديار ألوهانا. تا هذي استعجت يا سيسا. aniini waxaaba ilaahay gabadhii haa hadii oon soo xoga soo kaca sam fudis gelin haddo falo ijida marka raa madad ma farin sakir ديوت لو قال لي ديوت مع عذر كان ديوت وعم كترى لي ديوت حاسي ترى دو ديدكي او ديوت الجاي اركي وعلي له كان قران معنا فني حتى مهلس ديوت دي تكتت مكلفي زعنا ديب وعور طام عن تعال ويت فور نومينالي مرقه اتكسوغانا وقتي سانا نغيس انا فتي مثلان هاي واس صبر باني هاي حد ريجو عام وعن وحن قريها بانو جا جا مع هذا كلا ديغا هاي وان رجيها ان شاء الله رجيها دو بناك سيطة فين هاي وان هاي سير روا دي هلو والله هلا وحني كلمه هاي يقال له اللي جاي وهي اللي وافقنا عيسه كو كلمت او جو امويس كو انا دي جوان وعرب تعامله تركيا اي وهي اللي يول بي اورات ويا لو اغاني كل من على فانا لي وسوا واقر هناك كعاية عذر كان والله ما هنلا وقت يقلي واقر تبعنوين اسكي الالي اللي قد هاي مجران ها هاي محكم اذا وعي عزب كجري عقونا ليلا هاي هاي شراب او شراب نمعب او ننظر خاركين بدو عقلان يفيلك او كيلك معوني كرتت ايه سو ما ربراتك اللي واي هذا عادي معوني تايلك ما يا ايه معوني ايه هيتوت كان دي وعيش ايه وحليك الجرام سوتا وحلو وعيش سو ما لي ايش ايه واك استاقي ابستينا سمي ساسا وحو الجرام قو ايه أرتدي ولا أرتدي يقدر ليه؟ إن إيشو قرمضان قرمض وين أم بعنا؟ أم الديوذي على قادو أم وقتك قديس لبس وحاله وقبطاني بناق عطا من ربان وعن جعل وقتك قديس إنه عليه وقبط جامعة قدرة باقة جامعة الدنكة الدنيا ولا اه اي وحبا قبطان انا يسوق رمضان
شو نقصي أبان بركوا كذايت هلا أنا كوجان زمان أم الحمد لله وحول وقت ليه من والله ولا لي وكل انتين أنا الحمد لله حرور هذا نك إيه هذا هالويل ويل واي وحوجش كشخص وحاسة الصي هاي هذا يو على جامعة مشاركي خارجي وكسيسة مشار من الزبشي أشقيا إنه حنوسة لا حد هو مغير صاصة جت دولت مجيزي لمركز كاس مسندة ويل كي ما اسكيس وشقي سجيري مركا الحمد لله حتى دي او الى الى حوغا قرمت ان هلو وملاها وشقصا انا دلك ويليز وهو ماي فيرست تايم نحن نصير وعم يقولون هدي وعلى يقو كلو سيو مقصي أبنان أنا الديار اللي يدير ويلي الديار وطاي نواقبته ووضنك أنك سغيسته يجامع هذا كل ساسو هذا مجعلة هدي لا يرى هذا مجعلة دينا أكلنا محمد علي دوري waxa uu kamid yahay dariska baraha waxaan kula kulanay hooyga uu degan yahay baraha waxaana uu ka codsaday madaxda qaranka ardayda barayaasha iyo Soomaaliweyn inay wax u qabtaan baraha si aadka ugu dhibaatoonaya magaalada Muqdisho ee aan awoodin inuu iska bixiyo qarashaadka lagu dabiibayo caafimaadkiisa hadii eebo uu qadaro inuu caafimaado bismillaahir rahmaanir magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed cali door وهان تجينا هاد تجمع ذا بوندير وذات كان عبد القادر أو بروفيسور كا أدرس لنا مركي قيل الآن تيسي سوغارتي أو وركيس لي سوغارتي أنا وهان ترن تاري إن أنا أتقول راديو مقدشو هي تلفزيون كقرن كا سي أنا أقولي إن كاس ماشي كده يعال مركا وهان ليا سومالي ده نكاس بروفيسور كا أقويان كا ماشي كده يعال سومالي وهان وشيجا سيدك دك إن لوغو سوغر بدو او wax loo qabto xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda soomaali gudoomiyaha baarlamaanka raisul wasaaraha wasiirada baarlamaanka kulli dhamaan waxaan ogeysii aan u sheegaya oo aan ka codsanayna ninkaas professorka aqoonyanka oo meeshii yaalo oo dad badan oo soomaaliya wax baray in loo soo gurbado anigu beelahan ugu ma soo gurban laakiin darisahan iyo soomaalida ma ugu soo gurbado marka saas darteed waxaan ka codsanaya dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay wax siiyay in ninkaas miskiinka oo dhibaateysan wax loo qabto ardaydii oo wax bari jiray waa yaqaaniin Cabdul Qadir waa yaqaaniin ardaydii wax bari jiray hala socdaano hadaysan ogeyn ha ogaadaan inuu laba sano meel iska yeel macallimiintii oo la shaqeyn jiray ha ogaadaan inuu meel iska yeel dadkii oo macrifad ay ahaayeen ee aan ka warqabinuu maanta ka warqaba ogaada inuu meel cilla iska yaalo dhinkaasi soomaalinimo ha loogu gurmado islaanimo ha loogu gurmado saasaan anigu ra'yigaasa soo jeedi lahay anigu intii tabartayda ah waa aan sameyn karo waa sameeyey wixii aanan sameyn karo iga awood badanna haddii ummadda kale aan bandhigay marka saas darteed waxaan leeyahay madaxda sharafta leh ummadda Soomaaliya sharafta leh ganacsatada waxgaradka aqoonyanka ninkaas meel cidlaa yaallo ha loo soo gurmado miskiinka ah meeshaas ka yaallo lug iyo gacan ee noqotay markaas saas iyo darteed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliya afka xataa dhareerka ka socdo bacili kariyo marka saas darteed Soomaalidu waxaan leeyahay ilaahay da ajir u ka siina waana kulli baadaysaa مسكين كاسو حلقت شكا قرنكا يو راديو ما قد شو ايقر وحال اوغا ما هد علنيا بوغا شد اي صوب بوغدين اي دسو سيارتين اي ولاد كان بساكين كاو يبادين اد بي اوباسيين ساس ايو دبت قليو
sidoo kale daawadayaal waxa barnaamijka qayb ka ah hooyo Soomaaliyeed oo haysta caruur dhibana ah taa oo iyana ka warbixisay xaaladda caafimaad ee wiilkeeda waxayna ugu dambeyn ka codsatay dadweynaha Soomaaliyeed inay wax ka qabtaan xaaladda caafimaad ee wiilkeeda ay maamusa insha Allah shukr aad bihi halka leedahay hay shukri wiilkaaga magciis xaaladaha qadistaan haye sano jira shansa ee xanuunka iyo maxaa waay mustahada jooga gartay haye jirkiisa kala waa sidee marka waa bareelis baa ma soconayo maana weligiis ma fadhiisan hadda haye oo ka soo jeef laba ma sidaan ku dhashay ma qoranayn haye soo sanu jirku tagaari ma la riday macnaha mise oo dhacwo la gabriir boo qadaa haye ana ma soo qadaa taalada muqdisho ma geysin haye sitaal walaq ma qaban ka haye aqsa ma la ay dad ma la qaban kare haye dareenkiisa sidee waa mar dareenkiisa baa la waa haye cunna haye cunna ma calaalinaayo maye haye sansaas leh sansaas oo aanan asbis haa bisu ku nooli shan sansaas oo haye aan barah leh haye abdi sara hawadeen do haye sidayar waa haye cunna ma isa arur kala ma dhashay haa imisa hayo gudis dhaad iyo arin baa gali haye ilaa xidde en ka war magacruurtaada kala iyaduna ma caafimaad ku fiicayn ma sha Allah haye alxamdulillah waan tartay ilaa ugarkay en madam adiga wiilkan yahay en aabaha abis naartay inuu inda la yahay uusan awoodin inuu shaqeysto sidee marka aad u maareysaa nolosha qoyskaaga ma soo askan laan aan aad bartaa haye waxa isna ka waraa ee dad iska maamula haye waxa isla waxa adigu waxa dhaqaaq oo ganacsi iyo xitaa oo samaysan jiraa waxa uu leeyahay qabo haye waxa isna ma baa sidii aad u jeesaa haye waxa sheegay waagatay marka dhaqaatiir aad u geysid magaalada Muqdisho goorma ugu dambeysay wiilkaaga waxa ugu dambeysay 3 bilood oo magaalada ka dhaqaatiir haye akastarku ga ay ilaahay marka la hadda 3 meel ugu geeyay haddana marka la wax ma qaba kareen wax ma ka qaba kareen maxaad isku dayayse marka la hadana inaad sameeyso waa sameeyay haye waxa soo geeyay shirka aan ahay ee dhaqaatiir haye waxa soo geeyay haye isbitaal baa geeyay haye waxa soo xumaanay ahay haye wax ma laga qaba kareen cunugay sidii saafada walaa dib daa oo awood haye waqas waa gartay marka caafimaadkiisa kala waasidee qandham ya qabata haye qandha qabanays joogta miya qandhada qabanays marmar bay qabanaysa haye waqas soo socona haye afka boos ka ma haye dig baa keenay nafkis haye ruuga mujeedo goosis haye ruuga ruuga qarqar qarqar samar qarqar soo gaaysa haye adoo bil joogaan leed haye waxna ma cabay markaas markuu ina afka ruuga wax ma cabay maay maay haye taas iska u ina kale wow 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 leeds haye hubdina ma markaas waqti inta aynu kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijka codka dhibanaha oo todobaadkan aynu kusoo qaadanay macluumaadkaas aad soo daawateen anigoo Faadumo Faarax Cali ayaa barnaamijka idiin soo diyaariyay halkana idin kaga tabinayay waxaa dhanka kamaradda gacaniga siiyay Sakriye Qoryoole intaynu ku kulmeeno barnaamij caynkan oo kale taa waxaan idin kaga tagayaa sida ay nabadgelyo oo billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Ya Allah, 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 ya Allah